بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنلتقي في محاضرة جديدة في استكمال محاضرات عمارة الحاسب الآلي، وبنرحب بالناس ونقول إلى المعماريون في كل مكان الخاصين أو المهتمين ببناء الحاسب الآلي. ما زلنا بنتكلم على الكتاب من أشهر كتب الأركتكشر، وهو كتاب ويليام ستالينجز، وحاليا داخلين على شابتر 3، وشابتر 3 بيتكلم على التوب ليفل فيو في كمبيوتر فانكشن اند انتر كونكشن. شابتر 3 ان شاء الله هنستعرض فيه الكمبيوتر كومبوننتس، مكونات الكمبيوتر الماديه الهاردوير، وهنتكلم على الكمبيوتر فانكشن، وهنبدا نشوف انستراكشن فيتش اند اكسكيوت، او كمان هنستعرض في خلال هذا الشابتر الانتربتس والانبوت اوتبوت فانكشن والانتر كونكشن ستراكشر، وهنتكلم على الباث انتر كونكشن، ثم هنتكلم على البي سي اي. ده كله في خلال الشابتر ده. محاضرة اليوم ان شاء الله بنتكلم فيها على بالتفصيل، يعني هنتكلم على فون نيومان. احنا عرفنا ان فون نيومان كان بيتكلم على الستورد بروجرام كونسبت، كمان الديتا والانستراكشن كانت ستورد ان سنجل ريد رايت ميموري، عندك ذاكرة واحدة جواها الديتا والانستراكشن. بعد كده هنتكلم على ازاي الهاردوير بتاع الكمبيوتر بنركبه، يا اما هارد وايرد بروجرام، يعني كأن انت بتبص ان انت كونكتنج او بتحاول تكونكت اكتر من كومبوننت مع بعض داخل الكمبيوتر، فكأنك بتعمل كاستمايز هاردوير، وفكرة ان انت بتركب الهاردوير دي مع بعض عشان تحقق كمبيوتر، ده اسمه هارد وايرد بروجرام او بروجرامينج ان هاردوير، فكأنه برنامج يعني. او الطريقه الثانيه ان اعمل جنرال بيربوس كونفيجريشن، يعني خلاص احط كمبيوتر قادر ينفذ عمليات كتير جدا، وهنشوف الكلام ده بيحصل فيه ايه. الفكره بتاعه الجنرال بيربوس كونفيجريشن دي اسمها بروجرامينج ان سوفت وير. بروجرامينج ان انت بتكون الكومبوننت اللي بتحقق لك التاسك بتاعتك عن طريق السوفت وير، عن طريق بروجرام، عن طريق بروجرام، لكن هنا انت بتوصل الهاردوير المختلفه بايدك عشان تحقق لك المطلوب. ثم هنتكلم على التوب ليفل كومبوننت، هنتكلم بقى وهنستعرض في خلال مثال معين كده، هنتفرج على السي بي يو ريجستر، طبعا الام اي ار الميموري ادرس ريجستر، الميموري بافر ريجستر، الانبوت اوتبوت ادرس ريجستر، والانبوت اوتبوت بافر ريجستر. ثم هنبص على من خلال الشرح على الانبوت اوتبوت موديول، ثم هنتكلم على الانستراكشن سايكل، وهنشوف مثال لكمبيوتر تخيلي عشان نستعرض ازاي الماشين كود وازاي الانستراكشن بتنفذ امر بامر. ده المحتوى بتاع المحاضرة اليوم ان شاء الله. فكرة فون نيومان اركتكشر اللي كانت موجودة في برينستون، الفكرة دي كانت مبنية على 3 حاجات. اول حاجة ان الديتا والانستراكشن متخزنين في ميموري ريد رايت، وان المحتوى بتاع الميموري ده اقدر اكلمه عن طريق ادرس اللي موجود في الادرس باث. الحاجه الثالثه ان الاكسكيوشن شغال سيكوينشال فاشن الا اذا حصل حاجه معينه، فانا بشتغل فروم انستراكشن تو انستراكشن تاني. دي كانت الفكره بتاعت فون نيومان. طيب لو انا كان عندي بقى هاردوير وعندي دواير لوجيك الارثماتيك اند لوجيك فانكشن، هبدا اكونها انا كهاردوير بايدي. في الاخر انت عندك ديتا هتدخل يحصل لها بروسيسنج هنا، واطلع مين؟ واطلع الريزلت. ده مش كمبيوتر يا جماعه، ده عباره عن مجموعه دواير ديجيتال سيركت، مش الكمبيوتر الحالي يعني، ديجيتال سيركت هبدا احطها جنب بعض، اشكلها بطريقه معينه عشان تقدر تاخد الداتا وتحقق الفانكشن المطلوبه. يبقى دي طريقه تركيب الهاردوير اللي هنا، هو طريقه معالجه البيانات. عشان تركب شويه كومبوننت جنب بعض احنا بنقول عليهم بروجرامينج، بس البروجرامينج ده اسمه هارد وايرد او بروجرامينج ان هاردوير. هارد وايرد او بروجرامينج ان هاردوير. الطريقه الثانيه هي عباره عن ايه بقى؟ هجيب جنرال بيربوس اريثماتيك اند لوجيك فانكشن، ده كانه بروسيسور من بتوع اليومين دول، ده بروسيسور وده جنرال بيربوس. جنرال بيربوس يعني ايه؟ بيأدي فانكشن كتير على حسب البروجرام. انت عاوز تحط داتا يحصل لها بشكل ما بروسيسنج عشان تدي ريزلت، يبقى انا هعمل ايه؟ عن طريق الانستراكشن كودز، عن طريق الانستراكشن كود اللي هي جايه من برنامج انستراكشن كود، كاتب بروجرام معين، البروجرام ده هيبدا يروح على الانستراكشن انتربريتر. ايه الانستراكشن انتربريتر؟ اللي هو المفسر بتاع الاوامر، وبناء على الشفرات اللي انت كاتبها هنا او الاوامر اللي هنا، يبدا الانستراكشن انتربريتر يطلع مين؟ يطلع كنترول سيجنال
توجه الجنرال بيربوز اريثماتيك اند لوجيك فانكشن عشان يعمل الفانكشن المطلوبه، بحيث ان الداتا يحصل لها بروسيسنج ويروح على مين؟ على الريزلت. دي اسمها بروجرامنج ان سوفت وير. طب والله حضرتك الفانكشن بتاعتك اتغيرها، يعني عاوز تدخل داتا وتعمل فيها فانكشن تانيه او بروسيسنج تانيه، يبقى انا اغير مين؟ اغير الانستراكشن كود او اغير البروجرام بتاعي. يبقى همسح البرنامج وبعدين انزل برنامج تاني. كل انستراكشن انت بتكتبه بيبدا فيه الانستراكشن انتربريتر يبدا ياخده ويطلع مجموعه من التوجهات او مجموعه من الكوماندز اللي هي الكنترول سيجنالز اللي تبدا تشغل وحدات معينه وتجمع وحدات معينه، بحيث ان الجنرال بيربوز اريثماتيك فانكشن او اللوجيك فانكشن يبدا ينفذ الداتا، يعمل لها بروسيسنج ويطلع مين؟ ويطلع الريزلت. يبقى كده دلوقتي في الجنرال بيربوز كمبيوتر او الجنرال بيربوز هاردوير، السيستم بتاعك بياخد الداتا وبياخد كمان مين؟ الكنترول سيجنال اللي جايه منين؟ اللي جايه من الانستراكشن كود، وبيبدا يخرج مين؟ يبدا يخرج الريزلت. وبالتالي بدل ما ابدا اوصل انا هاردوير او اعمل رويرنج الهاردوير عشان لبرنامج جديد، لا، البروجرامر بس محتاج يعمل ايه؟ محتاج يديني سيت اوف كنترول سيجنال عن طريق مين؟ عن طريق الانستراكشن كود، عن طريق الانستراكشن كود. خلاص كده دلوقتي الكود اللي انت بتديه ده او اليونيك كود اللي انت اعطيه ده بالنسبه لمجموعه كنترول سيجنال معينه، يعني عشان اظبط الهاردوير محتاج احط كنترول سيجنال، كل شويه كنترول سيجنال مع بعض. يعني نبسط الامور، انت كاتب في الكود بتاعك اد ده محتاج منك ايه؟ محتاج والله ان انا اد حاجه من الميموري، يبقى هبدا اخد من الميموري عشان احط على الاكيوميليتور ريجستر، والناتج يتحط فين؟ هيتحط في الميموري. مثلا دي شفره امر، شفره الامر دي تتطلب مني ان اعمل فيتش وديكود واكسكيوت، ومحتاج ان اطلع كنترول سيجنال عشان تبدا الوحدات دي تشتغل بالسيكونس ده. كل ده او كل الكنترول سيجنال ده المناظر كانها مرتبطه بالاوب كود او الاوبريشن كود اللي اسمه ات. مثلا زي ما قلنا الفون نيومان ده بيقول ان الميموري بتاعتي ممكن احط فيها مين؟ احط فيها انستراكشن وديتا. كمان كل لوكيشن موجود بيحتوي على باينري نمبر، ده ممكن اقدر افسره على انه انستراكشن او اقدر افسره على انه ديتا. كمان في الانبوت اوتبوت موديول، دي اللي بترسل البيانات من الاكسترنال ديفايس، من الاكسترنال ديفايس، من الاجهزه الطرفيه. زي مين الاجهزه الطرفيه يا جماعه؟ زي كارت الصوت، زي كارت الشاشه، زي المودم، زي الماوس، زي الكيبورد، زي البرينتر، زي السكانر. بتاخد البيانات دي الانبوت اوتبوت موديول، بتنقل البيانات من الاكسترنال ديفايس لحد البروسيسور او للميموري او العكس. طبعا نقل البيانات من الانبوت اوتبوت للبروسيسور مباشر او للميموري، الميموري دي هنقولها بعد شويه ازاي الانبوت اوتبوت بتاعك يكلم الميموري مباشر. طبعا اكيد الانبوت اوتبوت لازم يكون في اماكن للذاكره عشان تخزن فيها البيانات بصوره مؤقته. ده شكل التوب داون ابروتش بتاع الكمبيوتر. عندي زي ما قلت البروسيسور، البروسيسور ده فيه مجموعه من الريجستر ومعاها الاي ال يو او الاكسكيوشن يونت. كمان بره البروسيسور في المين ميموري او الرام، وزي ما انت شايف الرام مقسمه الى مجموعه من اللوكيشن او الصفوف، وكل لوكيشن او كل كونتنت مشار اليه بادرس. كمان في الانبوت اوت موديول، واتفقنا الانبوت اوت موديول دي اللي بتمكن البروسيسور بتاع حضرتك ان يتكلم مع الاجهزه الطرفيه، واتفقنا الاجهزه الطرفيه دي بتبدا ترسل معلومات او تستقبل معلومات عن طريق مين؟ عن طريق البفر اللي هو ذاكره مؤقته، اللي هو شايف البروسيسور او شايف مين؟ او شايف الميموري. بعد شويه هنعرف ان الانبوت اوت موديول ممكن يكلم الميموري مباشر زي ما انت شايف كده عن طريق حاجه اسمها دايركت ميموري اكسس او الدي ام اي. زي ما قلنا البروسيسور بتاع حضرتك جواه مجموعه من الريجستر، ودي ثابته، يعني وانس ان انت عرفت البروسيسور بتاعك اسمه ايه يبقى انت عرفت اسماء الريجستر الداخليه والسعه بتاعتها ووظائفها المختلفه. كل البروسيسور بشكل كبير فيهم اتنين ريجستر مهمين جدا، مهمين جدا جدا، اللي هم الام اي ار والام بي ار. ايه الام اي ار والام بي ار؟ دي الميموري ادرس ريجستر والميموري بفر ريجستر. اتفقنا ان عشان البروسيسور يكلم الميموري يبقى من خلال الاثنين ريجستر دول انت محتاج تكلم مكان هنا، يبقى لازم اخد العنوان. لو هنفترض ان هكلم المكان اللي عنوانه 2، يبقى انا الاثنين دي لازم تكون في الام اي ار او الميموري ادرس ريجستر. هتعمل ايه هناك؟ هتكتب، يبقى البيان لازم نروح الاول يكون موجود في الام بي ار، ثم الام بي ار او الميموري بفر ريجستر تروح تكتب في المكان اللي رقمه 2. لو هتقرا يبقى البيان ده هيجي عن طريق الباسز او السيستم باس ينتقل الى الام بي ار. بشكل كبير طبعا الميموري ادرس ريجستر
مرتبطة مع باص اسمه الادرس باص، والام بي ار مرتبطة مع ادرس اسمه داتا باص، اسمه داتا باص. نفس الاثنين ريجستر اللي شغالين مع الميموري لهم اثنين بينظرهم شغالين مع الانبوت اوتبوت موديول. يعني برضو انت عاوز تتكلم مع البفر هنا او عاوز تتكلم مع الانبوت اوتبوت موديول. طبعا يا جماعه عشان نتخيل الانبوت اوتبوت موديول ده عامل ازاي، هنفترض ان هي عامله زي الميموري بالشكل ده. هنتفق ان لو في ماوس فالماوس ده بتكلم معاه داخل الانبوت اوتبوت موديول من خلال مكان هنا ده وسيط. البروسيسور لما يحب يكلم الماوس او يقرا وضع الماوس، الماوس البوزيشن بتاعه هيحصل له ابديت. يعني وانا بحرك الماوس كده الماوس بيحصل له ابديت للبوزيشن، قيمه البوزيشن بتاعت الماوس اللي واقف فيها حاليا الاكس والواي بتاعته بتتكتب هنا مثلا، والمكان ده ليه عنوان، المكان ده ليه عنوان بيقال عليه فيما بعد اسمه بورت، ويبدا البروسيسور بتاع حضرتك يقرا البورت. لو انا عاوز اكتب للبرنتر فالبرنتر لها عنوان، ده المكان او الوسيط او المكان اللي ممكن البروسيسور فيه يقابل مين، يقابل البرنتر او يقابل كارت الشاشه او يقابل كارت الصوت. تمام يا جماعه؟ ففي اتنين ريجستر مهمين عند حضرتك، اللي هو برضو انبوت اوتبوت ادرس، اللي هو لما تحب تكلم حد من الانبوت اوتبوت لازم انا احط الادرس بتاعي، والحاجه الثانيه البيان اللي هيتكتب هنا او هيقرا من هنا بيبقى موجود فين يا جماعه، بيبقى موجود في الانبوت اوتبوت بفر ريجستر. طبعا دي زي ما قلت عباره عن الاي ال يو، طبعا ده البروسيسور من الداخل مجموعه الريجستر بتاع حضرتك. قلت البي سي ده البروجرام كاونتر اثناء تنفيذ البرنامج داخل الميموري، وانا بنتقل من انستراكشن باي انستراكشن يبدا البي سي بتاعي يحصل له انكريمنت او يزداد بواحد عشان يشير الى المكان اللي انا واقف عليه. دي طبعا الميموري بتاع حضرتك، وده التوب داون ابروتش بتاع البروسيسور بتاعنا. طبعا زي ما قلنا قبل كده الانستراكشن سايكل بتاعك بيبدا بستارت الفيتش الانستراكشن، ثم ديكود، هنفترض الفيتش ده فيتش وديكود، ثم اكسكيوت الانستراكشن، نبدا في الاكسكيوت سايكل ثم الفيتش سايكل تاني، اوكي، ثم يبدا يروح يفيتش انستراكشن سايكل ثم اكسكيوت وهكذا. دي الفيتش سايكل ودي الاكسكيوت سايكل، وفي الاخر بعمل هالت للبروجرام بتاعي او بوقف البرنامج بتاعي. اثناء الكلام ده اوكي، اثناء وانت بتنفذ الانستراكشن ممكن تلاقي في وقت ما الاكشن اللي بتحصل اللي البروسيسور بياخدها ممكن يكون بيعمل بروسيسور ميموري. يعني ايه؟ الداتا مي بي ترانسفيرد فروم بروسيسور تو ميموري، دي نواتج الامر بتاعي، نواتج الامر بتاعي. ممكن يكون البروسيسور بينقل الداتا مي بي ترانسفيرد فروم بروسيسور تو ميموري، او العكس ممكن يكون ناتج الانستراكشن بتاعك بروسيسور انبوت اوتبوت، ان انا بنقل او هقرا من الانبوت اوتبوت او هكتب على الانبوت اوتبوت. ممكن اكون اعمل داتا بروسيسنج، يعني شويه بعمل شويه اريثماتيك، بعمل شويه لوجيك، ممكن اكون بعمل كمان كنترول، ممكن اكون بعمل كنترول او بعمل برانشنج، يعني بعمل برانشنج. دي نواتج الاوامر بتاعتي. تعالى عشان نبسط الامور خالص، وده اهم حاجه موجوده في المحاضره دي، انا هفترض مثال معين. المثال ده زي ما انت شايف قدام حضرتك، هنفترض ان انت معاك بروسيسور افتراضي، البروسيسور ده جواه الاكيوميليتور ريجستر الاي سي، كمان الانستراكشن والديتا عباره عن 16 بت لونج، والميموري بتاعتك عباره عن صفوف، كل صف عباره عن 16 بت. الانستراكشن فورمات بيدي لك 4 بت للاوب كود، يعني انت عندك 16 بت للرقم. لو انت شايف ال 16 بت دول عنهم انستراكشن، هتلاقي اول 4 بت لمين؟ للاوب كود. يبقى هم طالما 4 بت يبقى بيدي لك شفرات ل 2 اس 4 اللي هم 16 ديفرنت اوب كود، وهم دول اللي بيمثلوا لك يا جماعه مين بقى؟ الانستراكشن سيت بتاعه البروسيسور. يبقى انا عندي الميموري مقسمه الى صفوف، كل صف عرضه 16 بت. لو انا اخدت ال 16 بت دول از نمبر مفيش فيها مشكله، ال 16 دول هاخدهم كانستراكشن، فيهم اربعه عباره عن الاوب كود او الاوبريشن كود، يبقى 2 اس 4 بيديني 16 ديفرنت اوب كود، دول اللي هم الانستراكشن سيت بتاع البروسيسور الافتراضي او المكنه الافتراضيه اللي معايا. طيب وطالما معاك هم 16 اخدت 4 للاوب كود اتبقى 12، ال 12 دول هيبقوا ادرس، هيبقوا ادرس، يبقى انا بتكلم على 2 اس 12، وقلت 2 اس 12 قبل كده عباره عن 2 اس 2 في 2 اس 10، و2 اس 10 بكيلو، و2 اس 2 ب 4، يبقى انا بتكلم مع 4 كيلو او 4000
96 وورد اوف ميموري اقدر ان انا اكسس او ان انا اتصل بيهم مباشره. ده خلاص الانستراكشن فورمات زي ما قلت عباره عن 16 بت من لوكيشن 0 للوكيشن 15. من لوكيشن 0 ل 3 ده الاوب كود، واتفقنا دول 4 بت بيديك 16 احتمال. ثم من البت لوكيشن 4 الى 15 12 يديك 4000 ميموري ادرس اقدر اكتب العنوان بتاعهم هنا مباشر. طبعا عشان اكتب 12 بت هنا وحايد وصفار بتبقى صعبه، فخلال التعامل بتاعنا هتلاقي الارقام مكتوبه بالهكسا ديسمال. ده الانستراكشن فورمات. لكن لو حضرتك بتتكلم على الرقم كله as integer يعني كديتا وليس instruction، هيبقى عندك فيه 1 بت عباره عن الساين والباقي عباره عن الماجنتيود نمبر. طبعا الريجستر الموجوده هي البروجرام كاونتر والانستراكشن ريجستر، الاي ار اللي شايل شفره الامر، والاكيوميليتور اللي بتحط فيه ناتج العمليات الحسابيه. كمان الليسته بتاعت الاوامر بتاعتنا كشفره من الشفرات او الاوب كود 3 اصفار 1 معناها لود اي سي فروم ميموري، يعني حمل القيمه، اوكي حمل القيمه من الميموري الى داخل الاكيوميليتور. 0010 هات خزن محتوى الاكيوميليتور ريجستر اكتبه على الميموري. 0101 معناها ضيف للقيمه اللي موجوده في الاكيوميليتور محتوى القيمه اللي في الميموري وحط الناتج جوه مين؟ جوه الاكيوميليتور. ده بارشال ليست اوف اوبكود. دي المكنه الافتراضيه، وتعال نشوف الكلام ده عباره عن ايه. ده مهم جدا يا جماعه، بستاذنكم بس المحاضره دي ربما توصل ل 20 دقيقه. تعال نبص على الموضوع. دي الميموري بتاع حضرتك، اوكي، وده السي بي يو ريجستر، ده البروجرام كاونتر، وده الاي سي، وده الانستراكشن ريجستر. اولا انت البروجرام كاونتر متفقين ان البرنامج بتاعي هيبدا من عند 300، من عند لوكيشن 300. طبعا طالما اللوكيشن او الادرس بتاعك 300 هيبقى البروجرام كاونتر فيه 300. طيب اول ما تقول له البروجرام كاونتر فيه 300 هتروح تعمل فيتش، فجبت المحتوى اللي جوه الميموري اللي عند ادرس 300 طلع كام يا جماعه؟ 1940. حطيته فين؟ حطيته في الانستراكشن ريجستر، والانستراكشن ريجستر عباره عن 16 بت. الارقام الموجوده دي مع حضراتكم دي عباره عن ارقام هيكساديسيمال، كل رقم عباره عن 4 بت، يبقى انا معايا 16 بت. اتفقنا اول 4 بت في الاي ار عباره عن كام؟ عباره عن الاوب كود او الاوبريشن كود. واحد ده بالهيكساديسيمال يعني ايه؟ بص الواحد كده عباره عن 3 اصفار 1 معناه لود اي سي فروم ميموري، يعني حمل او حط قيمه او حط القيمه اللي في الميموري داخل الاي سي. يبقى تاني ده السي بي يو ريجستر بدات من عند 300، يبقى البروجرام كاونتر زي ما انت شايف الاكيوميليتور فاضي او ملان مش هيفرق من امر سابق. انت بتقول له دلوقتي لقى في الانستراكشن ريجستر انا في مرحله الديكودينج اول 4 بت فيهم مين؟ فيهم واحد. واحد ده معناه ايه يا جماعه؟ واحد ده مكتوب بالماشين كود، بالماشين كود، اوكي. طبعا انا كاتبه هنا هيكسر اسما عشان مش هينفع اكتب 16 بت بالعرض، هياخدوا مكان كبير. الواحد ده عباره عن حمل الاي سي فروم ميموري. طب هحمل الاي سي بقيمه فروم ميموري، فروم وير؟ فين اللوكيشن؟ هذا الادرس بتاع حضرتك اللي هم ال 940 اللي هم ارقام عباره عن 12 بت باينري. يبقى انا ادور على لوكيشن هيكساديسيمال 940. لقيت مين بقى في 940؟ لقيت 3 اصفار 3. يبقى خلاص هذا البي سي زاد واحد لان انتقلت لخطوه ثانيه، اوكي. الاي سي بتاع حضرتك الاكيوميليتور خدت القيمه اللي في 940 اهو حطيتها هنا، والانستراكشن ريجستر زي ما هو. طيب الاكيوميليتور جواه ايه دلوقتي؟ جواه 3 اصفار 3. حلو جدا. بعد ما جبت الاي سي الاكيوميليتور 3 اصفار 3 لقيت ايه اللي حصل؟ لقيت ان الخطوه اللي بعدها بعد ما نقلت ده وتروح تخلي البي سي 301 زي ما قلنا، تلاقي ال 301 بروجرام كاونتر تبدا تجيب القيمه اللي عند 301 5 9 4 1 تحمل داخل الاي ار. اتفقنا الاي ار عباره عن 16 بت، اول اربعه فيهم او اول ديجيت في الهيكسا ديسمال يناظر مين يا جماعه؟ يناظر الاوب كود اللي هي الخمسه. خمسه دي بالباينري عباره عن ايه؟ 0101. معناه ايه يا جماعه؟ معناه اد تو اي سي فروم ميموري، اجمع على الاكيوميليتور القيمه اللي في الميموري، اجمع على الاكيوميليتور القيمه اللي في الميموري. اهو هذا البي سي بقى 302. الاي سي كان كام يا جماعه؟ كان 003. لما قلت له اجمع هيجمع مين بقى؟ القيمه اللي على 941.
يروح عند 941، اجمع القيمة الخمسة دي معناها كده، اجمع القيمة اللي عند 941 ادرس اللي في الميموري الى محتوى الاي في، وحط الناتج في الاي في. فلما تروح عند 941 تلاقي هناك مين؟ تلاقي 0002، ده تجمعه على اللي موجود في الاي في يطلع 3 اصفار 5، واكتبه فين يا جماعه؟ اكتبه في الاي في، ويبدا البروجرام كاونتر بتاعك ينتقل لمين؟ ينتقل تاني ل 302، يروح ل 302 يحمل القيمه اللي عند ال 302، يلاقي مين بقى؟ يلاقي 2941، تنتقل الى الانستراكشن ريجستر، الشفره بتاعت الاثنين دي الاوب كود. نبص على الجدول تاني، مين الاثنين؟ 0010، ستور اي سي تو ميموري، خزن الاي سي في الميموري. يخزن فين بقى؟ عند ال 941، عند ال 941. يبقى انا هاخد الاي سي اللي هو 3 اصفار 5 وابدا اسجله عند ال 941، زي ما انت شايف يطلع الناتج بتاع حضرتك 0005. ده طريقه تشغيل البروسيسور عن طريق مجموعه من الاوامر اللي موجوده في الميموري، كل امر بيحصل له فيتش وديكود واكسكيوت. اللي عاوز اقوله هنا كمان ان الام اي ار، الميموري ادرس ريجستر والميموري بفر ريجستر، المفروض ان هم متداخلين في الكالكوليشن، بس مش عاوزين نفضح حضرتك بالتفاصيل المختلفه. هنكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وهنستكمل المحاضره القادمه. ايها المعماريون الاعزاء، دمتم بخير، و أتمنى أن تكون المحاضرة عجبت حضراتكم، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.